في عالم كرة القدم قاعدة: إذا لم تسجل فانتظر هدفا في مرماك، ولا بد من استغلال أنصاف الفرص لتحقيق الانتصار والإنجاز. بالأمس دخل الهلال لقاء ذهاب النهائي الآسيوي بكامل جاهزيته وصفوف الفريق مكتملة، استقرار فني وثبات في المستوى، ولكن لم يكن ينقص إلا هز الشباك واستغلال الفرص المحققة التي سنحت له. لم يكن أشد المتشائمين يتوقع بأن يعاد سيناريو اللقاء النهائي الذي خسره الهلال أمام سيدني الأسترالي، ومسلسل الفرص المهدرة التي كانت السبب في خسارة النهائي السابق، والسبب أيضا في التعادل في لقاء الأمس. بعد انتهاء اللقاء وخروج الزعيم على أرضه وبين جماهيره بتعادل إيجابي بهدف لمثله والتي تعد نتيجة سلبية للهلال، تباينت ردود الأفعال واختلفت بين الرضا بالأمر الواقع وبين التفاؤل بأن مواجهة الإياب ستتضمن أخبارا سارة وتعويضا كبيرا. الأرجنتيني دياز قال إن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مازال متاحا من لقاء الإياب أمام أوراوا، مشيرا إلى أن الأزرق تأثر بعدة عوامل في الذهاب على رأسها الهدف العكسي للفريق الخصم، فيما أعرب الياباني عن سعادته بالتعادل قائلا: سعيد جدا بهذه النتيجة، كون التعادل الإيجابي خارج أرضنا يعد مكسبا وسيرى الجميع كرة القدم الخاصة بنا والتي نقدمها دائما. كما وضع صالح النعيمة اللوم على حظ الهلال، قال: كرة القدم في هذا اللقاء ليست عادلة، فقد خذل الحظ الزعيم بتحقيق نتيجة كبيرة عطفا على الفرص الضائعة، لكن نحن الهلاليين نثق بلاعبينا وسيكون الرد حصد الكأس في اليابان إن شاء الله، لأننا نثق برجال زعيم آسيا. الهلال طار بعد المباراة إلى اليابان، ووصلت بعثة الزعيم إلى هناك مبكرا قبل المحطة الأخيرة في مشوار البطولة، وتأمل الجماهير السعودية والعربية أن يكون الاستعداد المبكر هذه المرة عامل حسم يترجم بواقع ملموس يضع الزعيم في مكانه الطبيعي على قمة الهرم الآسيوي. لقاء الإياب سيقام على أرض الفريق الياباني وبين جماهيره، لكن الزعيم لازالت فرصته كبيرة، فالهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر خارج أرضه في البطولة الآسيوية، وباستطاعته الانتصار وتحقيق البطولة.